لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هادشي اللي كتعيش فيه خايب بزاف أسي ناصر، هادشي اللي كتعيش فيه ظروف صعيبة بزاف، وانا انت مشو كل شيء لعيبك ما مكاينش اللي يشد بيدك ولا شي واحد يوقف معاك ولا يعاونك، الا رحمة ربي. راه الا ميمكنش هادشي، راه هادشي راه غيمرضك هادشي. ورا انا راه عايش وسط الخنزة سي ناصر، انا مرات ولدي نفساني انا شوف الزبل حداك، ما فهمتش انا يا سي ناصر، والله ما فهمت شي حاجة. الارض كي دايره؟ انا مرات نفساني، لا هذا انا اله مريض، الا انا الله. ماني كتشوفني انا مريض الحمد لله قدر الله ما شاء. يعني وليدك يدك ما كيعقلش عليك على الدرجه، وختمتك بالله عزت جلاله والله ما تنكذب. واخا سيدي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في مدينه الدار البيضاء. انا حاليا كنتواجدوا مع احد المسنين اللي تلات به الايام، هو اصلا مسكين ما عنده لا عائله لا احباب لا صحاب، يعني يتيم كبر وسط الخيريه، تزوج بواحد بنت الناس اللي بالنسبه لي كانت هي الحياه ديالو الجديده، عاشت معاه تقاتلت معاه دار هو وياه واحد الدويره، وللاسف داها لله سبحانه وتعالى، بقى عايش راسو هو ووليداتو. تخيلوا معايا دابا عايش واحد العيشه في دارو اللي تحولت لمزبله، يعني مزبله حقيقيه. علاش؟ حيت الزوجه اللي اختارته، يعني اللي كانت كتنقي ولا كانت كدير، مشات بقى هو ما كاينش اللي كيعقل، عتقو تبقى سلمى. فتا واحد محن فيه الوسخ ديال بصح عايش فيه هنا مسكين السيد هذا، ولا احد سال عنه، يعني تقهر مسكين. شوفوا الارض كي دايره، هو معاق يا حصان، ما كيقدرش ينوض. علينا قصه ديال المعاناه ديالو، وبغينا شي محسن ماشي واحد من المسؤولين يوقف معاه في القضيه هذه. سي ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكر لقناتكم شوف تي في على هذا اللقاء. شكرا. وكما شفتوا على عينكم راه الشوك كيفاش الحالة اللي عايش فيها، ربما الزنقة أحسن منا. أنتم كتشوفوا الظروف، ما عندي لا حني لا رحيم لا با لا أمي لا أختي إلا رحمة دي ربي. وبعد البعض تيروفوا عليا هكذا، دابا حتى الكروسه اللي كنخرج بها هي ترسات ليا، والله العظيم دابا 10 ايام هادي ما خرج، ما شفتش زنقه كيدرا. العيد دوزتو غير انا، العيد دوزتو كاي واحد الجار الله يجازيها بخير، هبطات ليا مسكينه تبرات ديالها تا شي صلاده وشي القطبان اللحم حتى انا كنت حط عيدو ليا الطبيب، هي اللي عرفتني بهذا العيد. اقسم لك بالله وعندي وش العيش فيها انت، راه كاين الوسخ كاين الزبل كاين الوسخ، علاش باقي صابر؟ راه ما كرهتش فين غنعيش، ما عندي لا حنين لا رحيم، ما عنديش لا با، ما عنديش هاد من نمشي، ما عنديش غنمشي، ما عنديش. واخا وليداتك اش ما كيعاونوكش في الدار هادي؟ اش ما كيتهم يحاولوا يسيقوا ويحاولوا يخدموا؟ علاش؟ واش نقول لك؟ انت كشتو على عينيكم، هذاك خدام ما نلوموش، الاخر اللي مزبله راه تتعطى المخدرات. يجيك هنا للدار. تيجي لا راه دار في واحد دار فيه جا مقدم الله يعني مقدم الله عمره، قال لي باك راه نسمعو، قال لي شي حاجه هاتي غوت. لا ما تيضربنيش، ماشي هو في الغوت تبدا يغوت. وكيشوفك عايش في الوسخ ومخليك زعما اه ما مسوقش، والله ما مسوقش، عايش معايا راه كاين هاد الشاله كيما شفتو، راكم شفتو كاين راه ولي داير هاد الحاله، هو اللي هاد البيت هذا اللي كتصور فيه هذا كان كينعس فيه هو قبل انا، ديك الساعه فاش كنت غايب تعيش مع واحد الناس في حي السلامه. علاش خليتي دارك فيه تعيشي مع الناس؟ ظروف، عرفت من هاد المشكل هذا، المشكل ديال الدار راني عقدوك من الدار هنا وليدات، قهرني هربت، قهرني هربت عاود رجعت جات واحد السيده اللي طلعت جازها بخير، جبت لي الشكر على البركه، جبت قالت لي ناصر، قالت لي شوف لك دار العزازه تعجل، قالت لي اختي، قالت لي واش انا كبرت في خيريه ونموت في الخيريه؟ قالت لي هذه داري خليني تدير لي الطاول خير، ما تجيش دار العزازه. قالت لي اللي بغيتي هادشي اللي كاين. الزوجه ديك اللي عشتي مع الحياه كانت باغي تبارك هادشي، والله اش نقول لك؟ اش غادي نقول لك؟ ولو كانت عايشه ما نعيش في هذا، والله لا تنقول ربي فكر من يدها، يدها الحمد لله تهنات، لو كانت باقا تعطش فات عشق فات سمناك. مش كانت معاك زوج، كيفاش كانت حياتك؟ كانت اروع، كانت اجمل، اروع. راني تندير واحد تنوجب ديوان على ودها. ديوان؟ ديوان ان شاء الله الا بغى الله، ومن هذا نوجب كنهضر على حياتي وكنهضر على ايه. كتزوج الديوان شي على مرتك؟ على مرتي.
كانت عزيزة عليك بزاف. ماشي، كانت رفيقة، كانت رفيقة مدربي في حياتي، كانت سكن. ها هي فرحلت عنه إلى دار الواقع، كلنا راحلون. لا إله إلا الله. سم الزوجة ديالك كيفاش كنتي كتحكم شوية، كيفاش كنتي كتلعب شوية؟ وكانت حياتي، كانت حياة جميلة 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 جميلة. تاهي مسكينة مرضات، مرضات عانت عانت. شوف كان سميتو حشك السرطان في الراس. هي توفات به. توفات. هي توفات توفيتي معاها. وراه توفي. فاش كانت هي عايدة عاشت معاك في الدار؟ وراه في الدار. كيف كانت الدار في الأول فاش كانت هي؟ كانت بخير، ولكن في الأخير باش مرضات ما بقاتش عايشة داتها ما عندها. لا حتى مات، مات في دارها. بدا ما شنو كتاكل في الدار؟ شنو كتشرب؟ واتي تجيب لي ولدي الله يرضي عليه بلا شي كيجي كيجيب لي بسكيت، تجيب لي كنقول لي شوف جيب لي، جيب لي الخبزه ديال القمح ونسيت روحي بارك. يعني ولدك الاولاني يعني جوج دراري. جوج دراري هذاك اللي هذاك واحد مرضي واحد واحد مرضي الله يرضي عليه. انا مفرشه بالرضا مغطيه بالرضا، انا مفرشه بالرضا مغطيه بالرضا. راه قال لي الوالد قال لي غشوف بغيتيني تسافني الحبس، قال لي غنضربو غنولي قاتله. يعني وكيدوي مع خوش يقول لي بعد من الوالد بقيت دير المشاكل. اه كيقول لي تيقول لي راه كيقول لي واش غنولي قاتله. لا حول ولا قوة. راه هذا هو المشكل. انا سمعت ما كتخافش هاد الشيء هنايا، سمعت تمرض بهاد الخنز اللي كاين هنايا. وراه مريض، راه مريض، راه مريض، راه مريض. لا حول ولا قوة. راه مريض حتى راك تمشي على عكاك زامب. شو كيصب لك حوايجك؟ لا انا عندي ماكينه الصابون كتجيب تاع واحد السيده الله يجازيها بخير. والدار دابا هذيك كريهه ولا ديال؟ لا هذه واخده كريدي فاش كنت خدام. انا كنت خدام مارك توار. كنتي خدام وماش مرض؟ قبل ما مرض خرجت من الخدمه وقعوا لي المشاكل. بقات دابا بقى في كريدي شي ربعة الخطرات كنحضر في المحكمه، تنحضر في المحكمه تدار فيها رئيس الله يجازيه. قال لي ولدي سير الله يرضيك، سير الله يرضيك. واخا سي ناصر دابا انت من تدخل لهاد البلاصه اللي خرجتي منها كيفاش تمشي؟ شنو نقول لك؟ انا ربما كنقول الشارع ينتظرها. دابا الزنقة كاش كتفضل على البلاصه اللي كنفضلها. اش كتفضل الشارع على الدار؟ كتشوف الناس، كتشوف النقا، كتشوف الجو زوين. الزبالة دابا الزبالة راه دابا ني ما خرج، دابا ملي كنخرج عاد تمرد. اما ملي نعم عندي كروسه ما عرفتش. ها انتما كما كتشوف الكروسه ديالك تهرسات، كما كتشوف. ها انت شوف الكروسه ديالك. ها انت شوف الكروسه ديالك تهرسات. لا اله الا الله محمد. ها انتما كما كتشوف هي اللي كتموت. انا في واحد كنت كنخرج بها دابا دي هو فيك انت كتمشي. ها فيك انت كتمشي. كنخرج هذا ولكن كنمشي للساحات المتحده المدينه. ملي كتخرج ملي تخرج فين كتسكن؟ كتسكن دابا؟ انا كنسكن دابا في حي اناسي. يعني كتمشي من اناسي ديال المدينه باش ترتاح تفوج على راسك؟ فوج على راسي. لا الحمد لله. نفسيتك كبيرة باش كتشوف دار بحال هكا سي ناصر؟ وراه نفسيتي انت مشو. انا نفسيتي راه شنو نقول لكم؟ كون لو قدر غادي نقول لكم بزاف 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 بزاف. لا اله الا الله. واخا شنو مطالبك دابا سي ناصر؟ انا كنطلب من محسن الله يجزيهم بخير شي التفاته، شي التفاته. انا امني يدير لي كرسي متحرك تدير لي الله تاوي الخير. ما كتعيش في الخدمه سي ناصر؟ واش غادي ندير؟ ما عنديش فين نعيش. كون عندي فين جيرانك ما كيحاولوش يدخلوا عندك الدار يجمعوا لك يشطبوا لك يهزوا لك سيبوك الدار؟ يخليهمش يخليهمش. راه كان واحد جاري الباب اللي حدايا راه كان مسكين هذا نوضا معاهم ايوا ولدو من مسكين هو اللي تيهبطني مع دوك الدريجات كيهبطني في كروته. إله هدا الله، إله هدا الله. واحد النهار قلت لي هذا قال لي لك ما تفيقنيش. قلت لك بالله عزة الجلال اه متفيقني. واخا شحال رقم الهاتف ديالك؟ 06 61 67 15 53.
لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لا هادشي اللي كيعيش فيه هذا السيد، والله تحشومه والله، أقسم لكم يمينا، يعني ما يمكنش السيد عايش في واحد العذاب اللي لا يصور. تخيلوا معايا غنوريكم شنو واقع للدار، والله لا غاش بكيو الدم، يعني ها هو مسكين عايش في هذا البيت. شوفوا البيت كيفاش داير المشاهدين، شوفوا البيت، يعني راه كله مدقدق، يعني كله موسخ، كله مقشر، يعني الوسخ راه في الأرض وفي السماء. شوفوا بكثرة الوسخ راه ما بقاتش قادرة الأرض تتحك، يعني مسكين أمه عاق، يعني ما كيقدرش يتحرك، يعني الدموع في عينيه انت سي ناصر. راك شوفوا شوفوا المانطا مسكين، المانطا ما كتصبنش، دابا الصاد كيتغطى بمانطا، يعني تخيلوا معايا هانتوما. شوفوا الحوايج فين كاينين، شوفوا هذا غير البيت اللي ساكن فيه، اجي تشوفوا الشيء الاخر، يعني شوفوا الباب كيدير، شوفوا الباب، راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيلوا معايا هذه راه دار عباد الله، هذه راه بارطمان ساكن فيها سيد معاق. شوفوا الوسخ اللي كاين، شوفوا الماكلة صوفت. تخيلوا معايا حيت ما كاينش اللي كيشقى الماكلة ولا فيها الدود، والله حتى الدود. شوفوا الدود عباد الله، شوفوا السيد مسكين عايش وسط الدود عباد الله، عايش وسط الدود، وحنا كنشوفوا هذا الشيء وما غنتفاعلوش معاه. شوفوا كاين الناس غيشوفوا هذا الفيديو ما غيتفاعلوش معاه. شوفوا عباد الله، اول مره غنشوف هذه الكريشه بحال هكا. هذه راه ماشي زنقه، هذه دار عباد الله. هو ولا كيفضل الزنقه على قبل الدار. تخيلوا شوفوا المزبله الحقيقيه، شوفوا المزبله ديال السيد اللي عايش فيها. رجل مسن ماشي عنده 20 عام، رجل عنده كدو 50 عام ومعاق. شوفوا الخنز اللي عايش فيه، تخيلوا معايا دابا. واش هذا بالله عليكم واش هذه دار ولا طار الزبل؟ كنستسمع على الكلمات، ولكن انا للاسف والمشكل الكبير هو انه عايش مع ولده، ولده ما كيعقلش عليه، ولده مبلي وكيخلي باه وسط الخنز، وتا هو كيجي نعس وسط الخنز وكيخرج عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه. شوفوا الزبل، شوفوا الدود عباد الله. الخبز كيصوف، السيد مسكين ما كيبقى كيجي الجوع كياكل هادشي. تخيلوا معايا السيد القرايط المحلولين غيجي يعطيش غيشرب هاد الماء، يعني ها انتم شوفوا السبرديلات، راه والله تحشومه اقسم لكم. راه يستحيل هذا الخنز اللي عايش فيه السيد هذا، راه يستحيل، وحنا غنشوفوا ما غاديش نعاونوا. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يا اله، هو كبر في الخيرية، يعني ما عند السيد ما عنده لا عائلة لا والو، يعني عنده غير ولادو اللي ولد مع ديك المرأة مسكينة اللي توفات، ولادو واحد فيهم دير فيه الخير والاخر مخرج فيه الويل. فالله الله يهديك على باك. كتشوف باك مسكين عايش في الخنز، والدار ديالكم ماشي حتى ديال الناس، يعني وباقا في الكريدي وغتمشي ليكم، يعني باك فين غيمشي؟ دابا كتنعس وسط الخنز تا باك، راه المرض انا واقف هنا والله شاني في حرقني بالخنز بالله. شوفوا الحيط كي ولا، اش نقول لكم؟ حجره دودو الخنز ديال بصح. فلا اله الا محمد رسول الله. الجاج يعني شوفوا الكوزينه عباد الله، شوفوا فين كيطيبوا الماكله، شوفوا العظام ديال الدجاج باقيين دودو. الخنز يعني بغينا غير شي عائله تجي اللي تنظف لي هذا البيت، هاد الدار خاصها كامله تعاود. راه الخنز ديال بصح راه مده 5 سنوات هما عايشين الخنز ديال بصح، يعني السيد اش كياكل اش كيشرب الله اعلم. شوفوا الدود ديال بصح، شوفوا الدار كي ولات. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنتمناو حنا رسالة نوضحوها انهم يعاونوا هذا السيد هذا حيت محتاج المساعدة. يعني نعاودوا عطينا السي ناصر كلمة ديالو وأكدنا فين ساكن بالضبط، على الله وعسى شي واحد يجي يعاونه. السي ناصر الله يجزيك بخير، فين ساكن بالضبط؟ أنا سي 30 مدخل 14 الرقم 146 الطبق السفلي مقاطعة برنوسي سيدي مؤمن. رقم الهاتف ديالك سي ناصر؟ الرقم الهاتف 06 61 67 15 53. كرام الله يجزيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو هذا، بارطاجيو هذا اللايف هذا، بغينا هذا السيد نعاونو من يد المساعده، ما نخليوش يضيع، نكونوا حنا وليداتو. الناس يبغوا يتواصلوا مع رقم الهاتف هو 06 61 67 15 53. الى هنا مشاهدينا كنوصلوا لنهايه البث ديالنا، شكرا ديالكم، نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكيد سي ناصر غيعاونوك الناس ان شاء الله باذن الله، غيعاونوك ويحيدوك من هذا الزبل اللي عايش فيه، حيت راه غيمرضك هذا الشيء، هذا الشيء غيمرضك في صحتك.